السلام عليكم ورحمة الله. أرض الخليج تحيتي ممهورة بالعشق للأقصى وللسودان، للشام، لعراق، الكرامة، للوفا، للشم، للأطهار، للخلان. لكم مشاهدين الأكارم في هذا اليوم الطيب الذي نلتقيكم فيه والثلوج تتساقط على تركيا ونحن بدورنا نمطركم بالمحبة. نبدأ معكم جولتنا لهذه الليلة بعد فاصل قصير. أهلا بكم معنا. كسر عام 2010 الرقم القياسي لعدد رواد السينما في تركيا. اجتاز عدد مرتادي دور السينما عام 2010 41 مليونا. أحد أهم أسباب هذه النجاحات هي السيناريوهات المميزة. كتابة السيناريو في تركيا بعد قليل في الألوان السبعة. بدأت السينما التركية جولة جديدة وحالة جديدة من الإبداع التراكمي. هذه السينما التي تعتمد أولا على قطاع مهم وحيوي في مجال العمل فيها، وهو قطاع السيناريو. السيناريو الذي يمثل الحقيقة والجوهر لكل قطاع السينما، بل ولقطاع التلفزيون أيضا. لأجل هذه الغاية يسعدنا هذه الليلة أن نستضيف علما بارزا ومؤسسا في هذا الجانب، وهو السيد صفا أونال الحائز على الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام بتأليفه أكثر عدد من السيناريوهات التي دخلت في السينما. وأيضا نرحب به كأستاذ جامعي وأيضا كمؤلف للسينما ورئيس لجمعية مؤلفي السينما في تركيا. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ الكريم. مرحبا بكم أيضا. أشكركم. سنتابع مشاهدين الأكارم عرضا تعريفيا عن السينما التركية وعن اعتمادها على السيناريو. نبدأ بعدها بالترحيب والحوار بضيفنا الكريم. نتابع مع المشاهدين. تحققت في قطاع السينما والمسلسلات التركية زيادة ظاهرة في السنوات الأخيرة، إذ أن المسلسلات التركية تم بيعها إلى أكثر من 60 بلد، كما أن نسبة المشاهدة في تلك البلدان مرتفعة جداً. فلم تعد تركيا تبيع المسلسلات الجاهزة فحسب، بل تبيع المفاهيم للمسلسلات كذلك. ويتم في تركيا تصوير أكثر من 200 مسلسل محلي، حيث لم تتلقى المسلسلات الأجنبية فرصة العرض في الشاشات التركية. من ناحية أخرى، فإن السينما التركية تتجه إلى الإنتاج المحلي، إذ أن نسبة المشاهدة للأفلام المحلية قد أصبحت 4 أضعاف تقريباً، بينما كانت النسبة للأفلام الأجنبية في آخر 10 سنوات مضت 100,000 مشاهد فقط. وقد بلغ عدد المشاهدين للأفلام المحلية نحو 400,000 مشاهد، الأمر الذي جعل السينما التركية تكسر الرقم القياسي لآخر 20 سنة في نسبة المشاهدين، كما أن عدد مشاهدي السينما قد تجاوز 41 مليون شخص. إن عدد الأفلام المحلية التي تم عرضها بين 2005 و2010 قد أصبح 4 أضعاف، فبلغ نحو 300 فيلم، في حين كان ذلك العدد بين سنتي 2000 و2005 75 فيلما سينمائيا فقط، حيث إن الأفلام المصورة في تلك الفترة قد حصلت في المهرجانات العالمية على 245 جائزة. فالمخرج التركي سميح كابلانولو قد فاز بجائزة الدب الذهبي لفيلم بال الذي صوره عام 2010. ولا شك أن السيناريوهات لها دور كبير في هذه النجاحات التي تحققت. إن السيناريوهات لا غنى عنها للأفلام، فالسيناريو هو صياغة الفكرة أو الحدث الذي سيتم تحويله إلى صور وأصوات لاحقاً، كما لا يرد في السيناريو سوى الأفعال والحوارات. فالسيناريوهات هي التي ترسم القالب العام للفيلم بالتسلسل الموضوعي والفني وفنيات الكلام وتنوعه، كما أن تطور وتقدم قطاع السينما في آخر 10 سنوات
قد أتى بضرورة تأسيس فرق عمل للسيناريوهات كذلك، لا سيما المسلسلات الأسبوعية، حيث لا بد لها من فريق عمل للسيناريو لإتمام العمل في وقته المحدد. فالدولة تدعم تأليف السيناريوهات من خلال وزارة الثقافة والسياحة، وهو ما أصبح يدل دلالة واضحة على التقدم في الفكر والسلوك والمضمون والجوهر في الآن ذاته. هذا العرض التقديمي أستاذ صفاء، نجدد ترحيبنا بعده بحضرتك معنا في برنامج الألوان السبعة. سلام، شكرا جزيلا. أستاذنا الكريم، من عام 1953 خطت يمينك أول سيناريو لفيلم، من عام 1953 رحلتكم طويلة انتهت بكم إلى رئاسة جمعية مؤلفي كتاب السيناريو في تركيا. هل عرفتنا بهذه الجمعية التي ترأسها الآن وبرحلتك مع هذه الموضوعات المهمة في السيناريو؟ شمدي سينما دا زمان في السينما وأحيانا تتشكل بعض التراكمات والتجارب بالنسبة إلى الذين يعملون في السينما، وطبعا جمعياتنا جمعت السينمائيين من مختلف القطاعات، و نحن في الثمانينات من القرن الماضي أصلا بدأنا في سنة 75 و700,000 وجمعنا بين كتاب السيناريو وبقية السينمائيين وأسسنا هذه. طبعا المخرجون أساسا وكتاب السيناريو بدأنا معهم، وبعد ذلك انضم إلينا الكثير. طبعا بعد ذلك ظهرت جمعيات أخرى للمخرجين و غيرهم، ونحن سنة 2002 أسسنا جمعية كتاب السيناريو بخمس كتاب في البداية، وفي سنة 2010 انضم إلينا 240 كاتب السيناريو، وجمعيتنا هي كأنها مظلة تجمع بقية الجمعيات والمؤسسات. ندافع على حقوق السينمائيين، نحاول أن نوصل صوت السينمائيين وكتاب السيناريو إلى العالم وإلى المسؤولين. جمعية كتاب السيناريو تحاول أن تقوم بوظيفتها إلى الآن بشكل جيد. أستاذ صفا، هنا لي سؤال لحضرتكم، وأنت يعني محاضر جامعي وفي جامعة إسطنبول التقنية وفي جامعة الفاتح من قبلها وفي العديد من المؤسسات. السيناريو ليس فقط حوارات، صياغة الحوار الجامد ما بين الشخصيات، السيناريو يتناول الآن أعماق أبعد جدا، يعني كما يقال السيناريست هو أستاذ المخرج، ألا توافقني الرأي بهذا التوصيف؟ şimdi bu dediğine katılmak نعم. bir tarafa tabii katılıyorum. مسألة أنا أشاركك الرأي في هذا طبعا، ولكن في الأساس أريد أن أقدم فكرة عن مسألة السيناريو. طبعا المؤسسات التي تعمل في جانب الفن والسينما، ومثلا المراكز الثقافية وغيرها من المؤسسات، وحتى الجامعات، جامعة إسطنبول وجامعة الفتح وغيرها. أنا طبعا بدأت في مثل هذه المؤسسات في سنة 2002، ولكن السيناريو هو النقطة المهمة والأساسية في العمل السينمائي، ولن نستطيع أن نقوم بتصوير فيلم من دون السيناريو. السينما تبدأ بالسيناريو وتنتهي بالسيناريو، قبل أن نكتب السيناريو نحتاج إلى قصة أساسا وأحداث، وبعد ذلك طبعا السيناريو يتحدث عن فكرة ما وعن شخصيات وأحداث. هذه الأمور التي تجلب انتباه المشاهد، بعد ذلك نأتي إلى
المشاهد، تصوير المشاهد. طبعا قبل تصوير المشاهد سنقسم السيناريو إلى مشاهد على في النص على الكتابة. طبعا الفيلم يكون طوله 90 دقيقة أو ضعف ذلك، فنقسم هذه الفترة إلى مشاهد ونحدد الأشياء التي نحتاجها ونحذف الأشياء الزائدة. طبعا بعد هذه العملية نأتي إلى المسألة الأهم في السيناريو، وهي الشخصيات بكل تفاصيلها، صفاتها وخصائصها وأسلوبها. طبعا وهنا نحتاج إلى معرفة كافة الأشياء من الأمور البسيطة إلى الأمور العامة، الأمور الثقافية والاجتماعية وغيرها. إذا كانت شخصيته أكاديمية فنحتاج إلى من يفهم المجال الأكاديمي، إذا كانت الشخصية طالبا جامعيا أو شابا أو شيخا فنحتاج إلى من يعرف تفاصيل هذه الشخصية. وهنا نأتي إلى مسألة الكلمات المستخدمة والقاموس الذي سنستخدمه لكل شخصية. طبعا نحتاج إلى ثقافة عالية جدا في كافة المجالات. مثلا أعطيكم مثالا على ذلك، أنا كتبت السيناريو في فيلم ما، هذا السيناريو فيه شخصيتان مختلفتان، بائع خضار عاشقة بنتا، وأنا لهذا الغرض اضطررت أن أتجول على كثير من باعة الخضار وتحدثت معهم وسألتهم كثيرا من الأشياء، كيف يعمل بائع الخضار وما هي المصطلحات التي يستخدمها، كيف حياته اليومية، متى يستيقظ، متى يأخذ البضاعة، متى يوزعها، كيف يسوق بضاعته، كيف يتعامل مع زبائنه، وكيف يسلم الأموال، وكيف يقبضها. تقريبا أخذنا كافة التفاصيل المتعلقة ببائع الخضار، حتى كيف يحلق وجهه مثلا. نعم تقريبا إذا كان الشخصية يحلق وجهه في البيت فإنه شخصية انطوائية، إذا كان يحلق وجهه في الحلاق الحي فهو شخصية اجتماعية مثلا. إذا كانت شخصية جزارا أو سائقا، المسألة اجتماعية ونفسية. بعض الشخصيات تكون اجتماعية جدا، تتحدث في كافة الأمور وفي كافة المواضيع مع كل الناس. إذا كانت الشخصية بائعا عديدا بهذه الخبرة التراكمية، أود أن أقاطع كلامك بكلامك. يؤثر عنك أنك تقول السيناريو القوي يعني فيلما قويا، حتى لو لم ينفق المنتج أو المخرج الجهد والمال اللازم بهذا الأمر، والسيناريو الضعيف يعني فيلما ضعيفا أو حتى لن يخرج فيلما يعني قويا حتى ولو أنفق فيه المنتج كل أمواله، أليس كذلك؟ نعم صحيح، نعم صحيح ما قلتموه. نعم عندنا أحد المخرجين المشهورين جدا هنا في تركيا اسمه لطفي أكاد، وقد عملت معه كثيرا، وقد أعددنا معا فيلما وثائقيا، وهذا الفيلم ورد فيه جملة رائعة جدا تقول يمكن أن نصور فيلما سيئا جدا من أفضل نص السيناريو. طبعا والعكس صحيح، إذا كان فريق العمل والمخرج والمصورون غير جيدين فإن أفضل نص السيناريو يتولد عنه فيلم سيء. طبعا السيناريو يمكن أن
يمر بمراحل تصوير ترفعه إلى الأعلى أو تنزله إلى الحضيض، ولكن إذا كان السيناريو سيئا فلن نستطيع أن نصور منه فيلما جيدا بالمرة. ولذلك فإن السينما التركية، أنا مضطر إلى أن أقول هذا بصراحة، نحن نعيش في هذه الفترة في العصر الذهبي للسينما التركية، نصوره 300 فيلم مثلا في هذه المرحلة، نستخدم مصورين جدد وممثلين مبتدئين وفريق عمل مبتدئين. ولماذا؟ لأن المتخصصين لا يكفي عددهم، المتخصصين الموجودون في هذا المجال دلالة على ثورة. تقريبا 300 فيلم وجدت قبولا وإعجابا من المشاهدين. بعد تلك الفترة شاهدنا مرحلة من الهبوط للأسف في العمل السينمائي، وهذا الأمر قد أحزنني كثيرا. عندما عملت في أنقرة في تلك الفترة، في فترة العصر الذهبي للسينما التركية، كنت عضوا في لجان التحكيم، وكثير من الأفلام كنا نرفضها. الآن تقريبا أصبحنا نسمح لسبعين أو ثمانين فيلما. الآن الأفلام أصبحت غالية جدا، ولكن أحسن بكثير من تلك فترة الكساد التي شاهدناها قبل سنوات. لماذا؟ لأننا أصبحنا أمام مشاهدين واعين، مشاهدين يعرفون كيف يختارون وماذا يشاهدون، مشاهدين ذواقين. أيضا وزارة الثقافة أصبحت تساهم في إنتاج الأفلام وتدعم ماديا ومعنويا. والآن السينما التركية بدأت تتطور أكثر فأكثر، والحمد لله. نعم، ونتمنى لها مزيدا من الاستمرار. ولكن سأنتقل إلى القطاع الشخصي. أستاذ صفا أونال، أنت حصلت على الكثير من الجوائز والتقديرات داخل تركيا وخارجها، الكتاب الذي بين يديك يعني دلالة على ذلك، التقدير الذي نلته في داخل تركيا، وخاصة أنك دخلت موسوعة جينيس يعني الأرقام بالسيناريوهات التي ألفتها، نود منك تعريفا بالجوائز التي حصلت عليها، بالتقديرات التي حصلت عليها هنا في تركيا وخارجها. نعم، أريد أن أوضح بعض المسألة. نعم، هذا الكتاب نعم كتاب جينيس للأرقام القياسية. هذا الكتاب أنا مثلا الشخص الذي أخذ حول سيناريوهاته إلى أفلام. أنا لست أكثر شخص كتب سيناريوهات، بل أكثر شخص تم تمثيل سيناريوهاته. بعض الأفلام مثلت في الهند، بعضها مثلت في أمريكا. وطبعا بالنسبة إلي هذا مبعث فخر واعتزاز. بعض الدول قد أعطتني جوائز على الأفلام التي كتبتها. أخذت جوائز من تركيا لا أستطيع أن أحصيها، وهذا ولا أريد أن أذكر الأرقام. مثلا أفلام أو مسابقات أو المسابقات السينمائية المهمة في تركيا أخذت جوائزها. مثلا البرتقالة في مسابقة البرتقالة الذهبية ومسابقة أخرى، وكذلك مسابقة وزارة الثقافة وغيرها من المسابقات أخذت منها جوائز، وكذلك بعض الجامعات في إسطنبول وفي قونيا وغيرها سلمتني جوائز ذهبية، والحمد لله. لا أطلب أكثر من ذلك.
لديكم لديكم حياة حافلة أستاذ يعني صفا حقيقة، ولكن يعني الوقت يداهمنا، وأود منك حقيقة أن تجيبنا بخبراتك الواسعة حول قضية معينة كرئيس لجمعية مؤلفي السيناريو، وأيضا كأستاذ ومدرس ومحاضر جامعي للسيناريو في الجامعات التركية هنا. هل أنت متفائل بمستقبل السينما بجودة الأداء المضمون الحقيقي الذي تتضمنه السيناريوهات التي تمثل على مستوى التلفزيون والمسرح معا، الجيل الشاب، السيناريوهات الجديدة، هل أنت متفائل بمستقبلها؟ لا يوجد أي سبب يعني يجعلني أتشائم، يعني الوضع الآن يبعثني على تفاؤل. لماذا؟ لأن مسألة التمويل، تمويل الأفلام ليس فيها أي مشكل، وكذلك الجودة أيضا. كثير من المشاهدين الأجانب يهتمون ويعجبون بالسينما التركية. الآن السينما التركية لا تخاطب المجتمع التركي فقط، هي تخاطب العالم أجمع، وأرى أن وضع السينما التركية يسير في الاتجاه الصحيح، ولا يوجد أي سبب لأن نتشائم. بالنسبة إلى ربما المسرح، أنا أرى أنه قد فقد بعض خصائصه التي كانت له قديما. لماذا؟ لأن عدد مشاهدي المسرح قد بدأ يتناقص في الفترة الأخيرة، والسينما ربما قد فقدت رونقها القديم، ولكن السينما ليست كذلك. بعض المسرحيات لا تشهد إقبالا. يعني نتمنى لكم حقيقة يعني مزيدا من الازدهار والتقدم جودة وكما وكيفا. أستاذ صفا أونال، الأستاذ والمحاضر الجامعي في جامعة إسطنبول هنا، والمختص في قسم السيناريو، وأيضا يعني رئيس جمعية كاتبي السيناريو في تركيا، نشكرك جدا على كونك معنا في برنامج الألوان السبعة، وندعوك ومشاهدين الأكارم إلى متابعة رسم كاريكاتوري أبدعه رسام الكاريكاتير. أريد أن أقول شيئا آخر، آخر شيء. نعم، إن جمعية كتاب السيناريو ما زالت تعمل، ولكنني قبل أشهر قد انفصلت عن الجمعية، وكنت رئيسها قبل فترة، ولكن أردت أن أنزوي وأنعزل قليلا وأعطي فرصة للشباب حتى يقدم ويساهم. أنا انفصلت عن أو استقلت من إدارة الجمعية، وأنا سعيد بذلك لأن أترك فرصة للشباب، وأنا سعيد جدا بنشر هذا الكتاب الذي نشره أكبر مصرف هنا في تركيا، وسعيد جدا بأنهم نشروا الكتاب هذا. نتمنى لكم مزيدا من التقدم والإبداع، ونشكركم على إتاحة المجال للشباب أيضا، ونتابع الرسم بلا تعليق مشاهدينا الأكارم. من رحاب السينما إلى رحاب الوثائقيات أيضا، الخط كقيمة حضارية يستقرئ شواهد الزمان ويضعنا في صورة الحضارة المكتنزة والمكتنزة في رحاب كلمة ونقطة وحرف. لنتابع معا الخط كقيمة حضارية وهذا التقرير. الحضارات تجسد وجودها في الأقوال، والأقوال تجسد وجودها في الكتابة، والكتابة ذاكرة البشرية. لكل حضارة جهد في تجميل حروفها، ولعل أشهر الأمثلة على ذلك الكتابات المصرية والصينية واليابانية واللاتينية. في الحقيقة حين يقال أجمل كتابة يتبادر إلى الذهن الخط الإسلامي، لأن الكتابة لم تصل أبدا إلى المعنى وإلى الفن الراقي،
الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية. الخط فن إسلامي أصيل، وله مكانة أكثر من كونه مجرد كتابة. إسطنبول هي عاصمة الخط منذ عصور، وكأن المدينة كلها ألبوم خط هائل في مساجدها وصنابيرها وأحجارها التعريفية وأحجار قبورها وحجارة مبانيها. باختصار، لقد زينت تلك الحسناء بالخط. والخط ليس فنا فحسب، بل هو طراز الحضارة وفيه معان وأبعاد أبدية. في وثائقيتنا هذه سنكتشف قيم حضارتنا الأصلية وشخصيتها، متتبعين آثار الخط. وفيه يتكلم أساتذة كبار كحسين قطلو وفؤاد بشار، ويعلق مفكرون كبار كسيد حسن نصر. تكلم وثائقيتنا عن كيفية تحول حضارة حب النقطة والخط إلى لغة ملموسة. وأنت مدعو إلى أن تجعل طراز حضارتنا خطا لك. بدأت العلاقات العربية التركية من عهد سيدنا عمر، وشهدت حالات التطور والتعاضد. ازدادت العلاقات الاقتصادية والسياسية وتطورت، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة. أسباب التطورات في الصداقة التركية العربية بعد قليل. وفاصل قصير مشاهدين الأكارم، نعود بعده لتكتحل عيوننا برؤياكم مجددا ولنواصل المسير. تفضلوا بالبقاء معنا. محمد رياض سروان أتى إلى تركيا هنا بغرض زيارة عمه، ولكن أسرته تركيا بجمالها، فأضحى من رجال الأعمال المميزين، وأيضا أضحى حالة من حالات الإبداع. تقريرنا المصور يعرفنا إليه عن قرب. السيد رياض سيروان سوري الأصلي من مواليد دمشق، أنهى دراسة الجامعة في قسم التجارة والاقتصاد من جامعة دمشق، ثم انتقل إلى تركيا للعمل في التجارة الدولية، حيث حاز على الميدالية البرونزية من قبل الدولة التركية بالنسبة لحجم التصدير للسوق السورية في مجالي الأقمشة والملابس الجاهزة بجميع أصنافها. والله بسنة 90 حصلت مصادفة أن قدومي لتركيا. بسنة 90 كنت بتكلم، كان عمي مقيم داخل تركيا هون، فصار اتصال بيني وبينه بسأله ليش ما بتدعيني، فقال لي تفضل يا ريت تجي ولا أنا مشتاق لك كتير. فسبحان الله كانت أول زيارة لي، يعني اندهشت بتركيا. كانت الصورة عن تركيا أنه بلد قديمة أو متأخرة كتير، فجأة لقيتها بلد مودرن حديثة، فكانت فرصة لأني أجي وأقيم فيها بشكل نهائي.
تحدثنا مع السيد رياض سيروان عن سبب اختياره لتركيا للاستثمار التجاري فيها، فقال: بصراحة بسنة 90 كانت تركيا منفتحة بشكل قريب على الدول العربية، ما كانت بدأت هي بالثمانينات، كنا عم نشتغل بالسعودية مع شركات تركية، فوجدت أنه في نقص لوسيط يكون بين الأتراك والعرب من ناحية العلاقات التجارية. كان في مشكلة اللغة حاجز، ما كان اللغة الإنجليزية منتشرة كتير، وكان بحاجة أنه يكون في شخص عربي يكون هون يتابع الشغل، وهذا اللي خلانا يعني نفكر بالشغل هون ونبدأ هون، وكانت فكرة جيدة يعني، والحمد لله يعني أثمرت عن نتائج منيحة. سألناه عن وجهة نظره بالنسبة للتعاون العربي التركي من الناحية التجارية، فقال: ممتازة جدا، نتمنى يكون بالنسبة للسورية بالذات أنه تكون متبادلة، يعني حتى توصل نشوف مثلا في منتجات كتير سورية بحاجة أنه تتسوق بالسوق التركي. طبعا يعني المنتج التركي غزا السوق العربية، والمنتج التركي صار بيعني الجودة يعني بالسوق العربية، مجرد ما قلت أنه تركي فهذا هو جيد. مشاهدينا الأكارم، في ظل السياسات الخارجية التي اعتمدتها تركيا مؤخرا وحالة الانفتاح على العالم الشرقي، العالم العربي والإسلامي، ورفع التأشيرات التي كانت حائلا دون التواصل المعرفي والثقافي والجغرافي ما بين تركيا والعالم العربي والإسلامي، أصبحنا اليوم في واقع جديد، واقع ترسم معالمه ظلال التاريخ وأيضا ظلال الثقافة المشتركة، واقع العلاقات التركية العربية ما بين حالة المد والجزر تاريخيا وواقعها الحالي، نستقرئه سويا مع ضيفنا العزيز الأستاذ غزوان المصري، رجل الأعمال السوري المقيم هنا في تركيا، وأيضا رئيس ومنسق العلاقات الخارجية مع الدول العربية في جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين المعروفة باسم المصياد. أستاذنا أهلا وسهلا بك على شاشة التركية. أهلا وسهلا ومرحبا. دعونا مشاهدينا الأكارم نعرض على حضراتكم هذا التقرير المصور ليكون مدخلا للحديث مع ضيفنا العزيز في هذا الموضوع، نتابع سويا. بدأت علاقات الأتراك مع العرب في فترة خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم تطورت في عهد الدولتين الأموية والعباسية. خلال عهد الدولة العباسية ونتيجة لبراءة الأتراك في الحرب، أخذ يكون لهم شأن ورأي في تسيير شؤون الدولة، فقد كان جزء من إداري القصر وحراسه في عهد هارون الرشيد يتكون من الأتراك. كما كان للجنود الأتراك المنضمين للجيش دور مهم في انتصار الجيش الإسلامي في حرب طالاس في آسيا الوسطى. في تلك الحرب التي خسرها الصينيون كان الأتراك أحد أهم أسباب النصر، حيث انضمت القبائل التركية للأتراك المنطوين ضمن الجيش العربي المسلم، والذين يشتركون معهم بأمور كثيرة منها اللغة وطريقة اللباس. بعد تلك الحرب اعتنقت تلك القبائل الإسلام. اكتسبت العلاقات التركية العربية الممتدة منذ ما يقارب من 1200 عام بعدا جديدا خلال فترة السلطنة العثمانية التي حكمت بقعة جغرافية عربية واسعة، حيث عاش العثمانيون والعرب في بيئة موحدة الثقافة والأصول الاجتماعية لما يربو على 400 عام. هذا التواصل والتقارب والتأثر العربي التركي المشترك كان أوضح على الصعيد الثقافي خاصة، وأثر في الطرفين، حيث عمل الكثير من العرب كوزراء في القصر العثماني. ولأن الأتراك والعرب جيران تجمعهم جغرافيا واحدة، يستمر هذا التفاعل الحضاري حتى يومنا هذا. تجرى العديد من الدراسات في تركيا حاليا حول التاريخ العثماني، بينما تهمل الإدارة العثمانية في الأراضي العربية. دخلت العلاقات العربية التركية مرحلة جديدة في السنوات العشر الأخيرة، حيث تتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بسرعة ملفتة، فإلغاء التأشيرات من الطرفين يسهل على الشعبين أن يتعرفا على بعضهما البعض. المؤتمرات المتتالية التي تنظمها جمعيات الصداقة
تدعم وتساعد في تطوير هذه العلاقات المميزة. تطورت العلاقات في التاريخ أستاذ غزوان، جمعتنا مبادئ كثيرة، الدين، الجغرافيا، الثقافة، وحدة المصير، اليوم فقط تفرقنا الجغرافيا، كيف ترى الأمر؟ يعني لا شك أن العلاقات التاريخية بين العرب والأتراك هي كانت دولة واحدة، كان يخرج المواطن العثماني من اسطنبول إلى المغرب ما يسأله أحد أين ذاهب. هذه العلاقات وما زالت هذه العلاقات، علاقات القرابة متواجدة، وما زال ابن العم موجود في الأراضي التركية وابن العم الآخر موجود في الأراضي السورية. هذه الحدود المصطنعة بين الدول العربية وبين تركيا وبين الدول العربية نفسها هي واضحة من الخريطة أنها حدود مصطنعة. هذه الحدود المصطنعة فرقت بين الأقارب، فرقت بين العوائل، فرقت جغرافيا بينهم، ولكن ما زالت هذه العلاقات مستمرة بسبب القرابة الموجودة الآن بين الأتراك وبين العرب. مر على هذه الفترة انقطاع، مرت بأزمات، مرت بانقطاع كامل. أنا لا أريد أتكلم هنا ما هو السبب، سبب من العرب أم سبب من الأتراك، ولكن حصل هذا في التاريخ. فالآن خلال 8 سنوات الماضية أنا أجد أن العلاقات تعود لما كانت عليه قبل 80 سنة. في هذا السياق يعني السنوات الأخيرة شهدت حالات قوية جدا من الانفتاح، لا أقول حالة انفتاح طبيعية، نحن نتحدث عن يعني انفتاح مطلق، يعني رفع التأشيرات الدخول، عندما يذهب رئيس الوزراء مثلا في زيارة إلى أي دولة عربية، رئيس الوزراء التركي أقصد، يعني يصطحب معه 100 أو 200 من رجال الأعمال، هو ينفتح سياسيا فكريا ثقافيا وأيضا اقتصاديا. هل ترى هذه الحالة من الانفتاح ستعزز حالة العلاقة الوحدوية ما بين العالم العربي والإسلامي وما بين تركيا؟ مهندس العلاقات الخارجية في تركيا وزير الخارجية الحالي البروفيسور دكتور أحمد داودولو وضعه في كتاب العمق الاستراتيجي، والآن نشر باللغة العربية والآن يوزع في الدول العربية. من يريد أن يعرف هذا الانفتاح، أسبابه، ميزاته ودوافع موجودة نعم في الكتاب، والدوافع وماذا نريد من هذا الانفتاح، ممكن أن يقرأ هذا الكتاب ليجد أن السيناريو الذي كتب عن العلاقات الحالية التي نشهدها هي موجودة في منظم هذه العلاقات اللي هو بروفيسور دكتور أحمد داودولو. هذه العلاقات عادت لطبيعتها، هذه العلاقات كانت قبل 80 سنة بهذا الشكل والآن تعود بهذا الشكل. طبيعي الآن 8 سنوات فقط التي استطعنا أن نعيد فيها العلاقات الاقتصادية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الثقافية، والآن ما زالت في استمرار بشكل كبير، طبيعي سببها والقرار السياسي الذي كان بإصرار من رئيس وزراء تركيا الطيب أردوغان بالانفتاح على العالم العربي، بإقامة توازن بالعلاقات الدولية بين أوروبا وبين العالم العربي والإسلامي. فعندما يرفع شعار بتصفير الأجواء وتصفير العلاقات وتصفير المشاكل مع دول الجوار أولا ومع الدول العربية ثانيا ومع الدول الإسلامية ثالثا، هذا الشعار الآن ينفذ ويطبق بحذافيره. فرفعت التأشيرات بين 5 دول عربية، ليبيا وسوريا ولبنان والأردن وأخيرا مصر، ومصر إلى الآن لم تطبق ولكن ستطبق قريبا، وأيضا اليمن. عندما نجد أن هذه العلاقات انفتحت بهذا الشكل، إذا نظرنا قبل 10 سنوات كاد الجيش التركي أن يجتاح سوريا، صحيح. والآن نجد أن أفضل علاقات مع دولة الجوار وأفضل علاقات كمثال يحتذى به هي العلاقات بين سوريا وتركيا. العلاقات بدأت برفع التأشيرة، بدأت الآن بتوقيع اتفاقيات استراتيجية، وأيضا بدأت بنقطة هامة بإقامة مشاريع مشتركة. فالآن المستثمر التركي هو ثاني استثمار خارج تركيا له بعد مصر في سوريا. في مصر حجم الاستثمار التركي وصل إلى 2 مليار دولار كأكبر استثمار تركي بالخارج، وبعدها تأتي سوريا. الأرقام الرسمية تقول بين 300 إلى 400 مليون دولار، ولكن الأرقام الحقيقية حوالي 1 مليار دولار حجم الاستثمار التركي الآن موجود في سوريا. نعم، في هذا السياق عفوا أستاذ غزوان، يعني بصفتك يعني في جمعية المصياد وأيضا بصفتك رجل أعمال وبصفتك مشارك أيضا في بعض المشروعات التي تقام في هذا الصدد كمنسق للعلاقات الخارجية مع العالم العربي تحديدا في هذه الجمعية الكبرى لرجال الأعمال الأتراك، أسألك يعني حقيقة هنا نحن نعتمد سياسة الانفتاح بدافع المصلحة أم بدافع الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية وأيضا وحدة المصير والمهددات التي تعترض العالم العربي وتركيا أيضا يعني على نفس المستوى؟
يعني نحن من فترة طويلة نعيش في تركيا ومستقرين في تركيا، والعلاقات التي تربطنا كما ذكرت منذ قليل علاقات تاريخية أكبر من علاقات المنفعة الاقتصادية، ولكن لا شك عندما أنت تقوم بعلاقات اقتصادية توضد العلاقات الاجتماعية، عندما يكون هناك علاقات استراتيجية وترفع الحواجز التي تعيق تدفق البضائع وتدفق رجال أعمال وتدفق المواطنين، هذه تنعكس بشكل إيجابي مباشرة على العلاقات. عندما رفعت التأشيرة بين سوريا وتركيا، دخل من سوريا إلى تركيا 1,000,000 مواطن سوري، ومن تركيا إلى سوريا دخل 1.5 مليون مواطن سوري تركي، مواطن تركي إلى سوريا. عندما نجد أن الخلاف قبل 10 سنوات، هذه الخلافات الصنعية التي كانت بين الدولتين، نجد أنهم الآن يعملوا سد مياه مشترك على الحدود التركية السورية. نجد أن هناك أيضا رفع الحدود بين تركيا وسوريا بعمل حدود مشتركة بينهم، وأيضا الآن من جديد الآن ستوضع تأشيرة شبيهة بتأشيرة الشنغن، ستسمى شامغن. هذه الآن تم المطابقة بين 4 دول، بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، لتطبيق هذه التأشيرة لدخول 4 دول بهذا الشكل. العلاقات الاستراتيجية، الاتفاقية الاستراتيجية بين 4 دول اللي هي سوريا وتركيا ولبنان والأردن، علاقات مميزة تم توقيع هذه الاتفاقية لأن تكون سوق مشتركة وسوق حرة. طبيعي عندما أنت تقوم بهذه الأعمال، نعم هناك منفعة اقتصادية، ولكن هذه تنعكس مباشرة على الثقافة وهناك الانقطاع الذي حصل بين المجتمعين. هم مجتمع واحد، هم أقارب، هم عائلة واحدة. عندما نعود بهذه العلاقات إلى ما كانت عليه بالسابق، نجد أنها انعكست بشكل إيجابي وأصبحت مثال للاقتداء به بالدول العربية. نعم هناك أستاذ غزوان، اسمح لي أن أقاطعك هنا، ولكن لي سؤال يعني حتى لا يدركنا الوقت في هذا الاتجاه. نعم. العالم العربي يعني على مستوى الشعبي، دعني أكون صريحا في هذا الاتجاه، العالم العربي على مستوى الشعبي يعني يحب تركيا، والشعب التركي على علاقات وطيدة، وهو شعب مضياف عشناها وأنت عشتها قبلنا بسنوات كثيرة جدا. يعني حالة تقبل الآخر، تقبل النفسي والسلوكي والاجتماعي والنفسي موجودة. بعض الأنظمة لم تتقبل تركيا لدوافع سياسية، لكن الآن في ظل التغيرات الموجودة على مستوى العالم العربي، هل تتوقع للعلاقات التركية العربية أن تزدهر وتتوطد، أم أن تنفصم ويعني يشوبها بعض التراجع؟ نحن في جمعية رجال أعمال موسياد، هذا التجمع الاقتصادي الكبير في تركيا، هو تجمع مدني ليس حكومي. نعم. منذ تأسيس هذه الجمعية وبدأنا بإقامة علاقات مشتركة مع الدول العربية وإقامة شراكات مشتركة وإقامة مؤتمرات وإقامة فعاليات اقتصادية في تركيا وفي الدول العربية، والآن أغلب الدول العربية لنا علاقات مميزة معها، مع رجال الأعمال. أقمنا هذه العلاقات لتوطيد هذه العلاقة، ولكن عندما أتى القرار السياسي وساعد القرار الاقتصادي في رفع التأشيرات ورفع توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول العربية، هذه السقف زاد حجم التبادل التجاري. أعطيك مثال واحد، علاقة تركيا مع مصر كان لا يتجاوز حجم التبادل التجاري 300 إلى 400 مليون دولار، هذه قبل توقيع الاتفاقية. بعد توقيع الاتفاقية قفز هذا الرقم ليوصل الآن إلى 3 مليار دولار. علاقتنا الآن مميزة مع العراق، مع العراق الآن حجم التبادل التجاري مع العراق يتجاوز 7 مليار دولار. علاقتنا مع الإمارات العربية، مع المتعهد التركي، المقاول التركي الآن أصبح رقم ثاني في العالم وفي الدول العربية رقم الأول، موجود الآن في ليبيا وفي قطر وفي السعودية. الآن ما حدث في العالم العربي ورياح التغيير التي الآن تحدث في العالم العربي، حقيقة نحن كرجال أعمال وكحكومة تركية مهتمة جدا بهذا التغيير الذي حصل في العالم العربي. هذا التغيير أنا برأيي أنه سيأتي بخير كبير بعد هذا التغيير. لماذا؟ لأن التغيير كان العلاقات التجارية متركزة على شخصيات قليلة جدا قريبة من الحكومات، لكن الآن ستعود العلاقات الشعبية الأساسية كما كانت عليه، تأخذ دورها. فلذلك ستأخذ دورها بشكل كبير، وأنا متفائل جدا بما سيحدث بعد هذا التغيير الذي هب على العالم. نعم العربي. أستاذ غزوان، لازلنا يعني في قطاع الموسياد أيضا، ولكن لنتابع رأي المفكر العربي والكاتب والصحفي فهمي هويدي الذي سجل حضوره في منتدى رجال الأعمال المستقلين والصناعيين، أي المستقلين الموسياد، في ندوة حول التغييرات العربية والعلاقات التركية العربية. لنتابع معا رأيه، لنعود بعده لنستكمل حديثنا مع ضيفنا العزيز.
سجل اشتراك المفكر فهمي هويدي في ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسيآت، والتي احتضن المقر العام للجمعية فعالياتها تحت عنوان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مع حرص أعضاء الجمعية على الاشتراك فيها على أنه اشتراك فاعل وحيوي. في خطاب له عند افتتاح الندوة قال عمر جهاد باردان رئيس الجمعية إنهم يتطلعون إلى مختلف التطورات في الشرق الأوسط، وأن لهم علاقات واسعة مع المنطقة كعالم للعمل، وأفاد أن لكل دولة في المنطقة مزاياها الخاصة بها، وأضاف قائلا yakından takip ettiği üzere Türkiye son yıllarda 8-9 yıl في السنوات الأخيرة حققت تركيا نجاحات حقيقية وواضحة في مجال بناء العلاقات الثنائية مع دول الجوار. العلاقات السياسية المتقدمة فتحت مجالات للتعاون الاقتصادي الثنائي أيضا. هذه العلاقات المتبادلة والمتقدمة كان لها دور كبير في تجنيب المنطقة مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية، وكان لها أثر جيد على الجانبين. من جهته قال الصحفي والمفكر العربي فهمي هويدي يجب أن نعترف كمثقفين إزاء الأحداث الأخيرة بأننا لم نعرف شعبنا، وهذا مشكل كبير. الأحداث في مصر لن تؤثر على مصر فحسب، بل ستؤثر على البلدان العربية كلها. واستطرد قائلا الأمر الأول أن العالم العربي فيه ثروة النفط التي تشكل مصلحة غربية جوهرية. الأمر الثاني أن العالم العربي فيه إسرائيل الوطنية العربية وليست الوطنية المصرية، ترفض الانهزام أمام إسرائيل. وذكر هويدي في كلمته أن القوى الغربية تنظر إلى العالم العربي بمنظار النفط وإسرائيل ويهملون شعوبه، ويمكن ملاحظة ذلك في التصريحات الأخيرة. ربما لاحظتم أن الموضوع الذي كان يثار في الولايات المتحدة وفي فرنسا وفي ألمانيا حينما ثار الشعب المصري ماذا سيفعلون بمعهد السلام مع إسرائيل، لم يكن يهمهم شيء من الشعب المصري، يهمهم معهد السلام مع إسرائيل، وبالدرجة الأولى أيضا يهمهم النفط الموجود في المنطقة. وأشار إلى أهمية كون رئيس جمهورية تركيا الرئيس الأول الذي زار مصر بعد الأحداث الأخيرة. وأنا يعني طبعا أقدر كثيرا الزيارة أو اتجاه الحكومة التركية ورئيس التركي إلى زيارة مصر الآن، وأظن أنه أول رئيس يزور إلى تركيا، وهذا تعبير عن وعي شديد ووعي إدراك سياسي رفيع بأنه تركيا مهمة لمصر ومصر مهمة لتركيا. ألقيت على المشاركين في الندوة كلمات حول الأحداث الأخيرة وآثارها في عالم العمل والعلاقات المشتركة. نعم أستاذ غزوان، بعد هذا يعني هذه القراءة من الداخل العربي، أسألك كرجل سوري، أسألك كرجل أعمال سوري أيضا، أسألك أيضا بوصفك في جمعية الموسيآت، هل يمكن لتركيا أن توجد بيئة استثمارية واجتماعية آمنة للمجتمع العربي والإسلام؟ يعني لو ننظر إلى المنطقة الآن بكاملها لنجد أن تركيا حقيقة فيها بيئة استثمارية جيدة جدا، واستطاعوا خلال السنوات الماضية خلال 8 سنوات الماضية أن يجذبوا أكثر من 90 مليار دولار استثمار أجنبي إلى تركيا. هذا بسبب بقيام ببعض الإصلاحات في الاستثمار الأجنبي، فتستطيع أي شركة الآن عربية أو أجنبية أن تؤسس شركة في تركيا خلال يوم واحد، تستطيع أن تمارس فعاليات التجارية. وأيضا تركيا دولة بعدد سكانها بارتباطاتها في وجودها بمنطقة جغرافية مميزة، تستطيع أن تصل من إسطنبول إلى 53 دولة خلال 3 ساعات ونصف، فهذه ميزة لإسطنبول وميزة لتركيا كموقع جغرافي. وأيضا السياحة في تركيا هي مميزة بشكل كبير، وفيها بيئة جيدة جدا للعائلة العربية وللمزاج العربي وللطعام العربي. فتركيا حقيقة تستطيع في خلال الفترة الماضية أيضا في المستقبل أن تجذب استثمارات كبيرة وخاصة من الخليج، فهناك استثمارات في العقارات وهناك استثمارات في المال، وهناك شركات كبيرة بالاتصالات، كلها شركات عربية الآن تستثمر في تركيا.
هذه العلاقات الثنائية. عفوا هذه الاستثمارات التي تفضلتم بها هنا في الداخل التركي، استثمارات عربية تأتي إلى هنا في تركيا، هل لها أثر حقيقي؟ هل هي يعني استثمارات فاعلة؟ هل يمكن لها أن تؤسس جذور للعلاقة الاقتصادية الحقيقية ما بين البلدان التي وفدت منها وما بين تركيا؟ يعني كما ذكر الأستاذ فهمي هويدي في هذه الندوة، قال يعني حقيقة نحن لا نعرف بعضنا، فلا بد من الاطلاع على لنفهم بعضنا، لنفهم العرب يجب أن يفهم الأتراك، والأتراك يجب أن يفهم البعض، ليجدوا أنهم قريبين أكثر مما كانوا يتصوروا، وهذه جدا نقطة مهمة جدا. يعني عندما ندعو بعض رجال الأعمال أول مرة يزوروا تركيا، ما كانوا يتوقعوا أن اسطنبول أو تركيا بهذا الجمال وبهذه البيئة الغنية التي ممكن أن يستثمروا بها ويقوم بها بنشاطات تجارية ويقوم بها بشراكات مع الأتراك. فالآن هذه العلاقات التجارية ستنعكس بشكل إيجابي جدا على العلاقات العربية التركية، والعلاقات أيضا الثقافية بغزو الـ كما ذكرتم في بداية برنامجكم، الغزو الثقافي والأفلام التركية والمسلسلات التركية أيضا ساهم بشكل كبير جدا في نشر الثقافة التركية والأفلام التركية، وأيضا السياحة العربية إلى تركيا تضاعفت في السنوات الماضية بشكل كبير، والأهم من ذلك هو الموقف السياسي الذي يأتي من رئاسة الدولة عندما يقف رئيس وزراء تركيا ويقف مع القضايا العادلة العربية كقضية غزة وقضايا أخرى عادلة في العالم العربي، سيجد أن العالم العربي كله يميل نحو تركيا. كلما زادت هذه المواقف كلما نحن استطعنا أن نزيل الحواجز بين العالم العربي والعالم التركي. فلذلك نجدهم أنهم الآن أصبحوا عضو مراقب في جامعة الدول العربية، وأيضا يرأس منظمة المؤتمر الإسلامي أحد الشخصيات التركية الكبيرة، وهكذا نجد أن الفعالية الآن ودخول تركيا على المستوى العالمي نجده أنه وسيط حاذى على ثقة الأطراف كلها. فلذلك الآن الكل يميل إلى الطرف التركي، ووجد أن تركيا ليس عندها ازدواجية في سياستها الخارجية، وهذه جدا نقطة مهمة. ليس كالغرب والحيادية. نعم وليس كالغرب الذي يتعامل مع العالم العربي بازدواجية واضحة. نجد أن هناك صدق في التعاون التركي وفي السياسة التركية مع العالم العربي. فهذه الثقة الآن زادت بشكل كبير بين الطرفين، وإن شاء الله سنشهد بالمستقبل علاقات متطورة أكثر ومميزة أكثر، تعتمد على الثقة وتعتمد على الثقافة وتعتمد على الناحية الاجتماعية وتعتمد على الناحية الاقتصادية التي هي أساس لا يمكن إغفاله في هذه العلاقات. نعم أستاذ غزوان، في أقل من نصف دقيقة إذا تكرمت علينا لأن الوقت يداهمنا، أنت متفائل بتطور العلاقات العربية التركية في المستقبل بعيدا عن الجانب الاقتصادي الذي تبرعون فيه، ولكن على الجانب الثقافي، على الجانب الفكري، على الجانب حتى السياسي، هل تتوقع أن تشهد العلاقات ازدهارا حقيقيا في هذا المستوى؟ يعني نحن في حلم، ما كنا نتوقع قبل 10 سنوات أن تكون علاقات بهذا المستوى، ولكن العزيمة السياسية والصدق السياسة بين الأطراف العربية والطرف التركي حقيقة سيجعل هذه العلاقات تتطور أكثر. النموذج التركي الناجح الآن يجب أن نستفيد منه في عالمنا العربي، وننقل بعض التجارب الناجحة، وممكن من خلال هذه التجارب الناجحة أن نوطد هذه العلاقات. فأنا متفائل بشكل كبير، وحقيقة الزمان أو الوقت في صالح إحنا، وإن شاء الله مستقبلا ستكون العلاقات في المنطقة أكثر استقرارا بتطور هذه العلاقات العربية التركية. نعم أستاذ غزوان المصري، منسق ومسؤول العلاقات العربية في جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين المصياد، نشكرك جدا على كونك معنا في برنامج الألوان السبعة، وأنت مدعو مع مشاهدين الأكارم إلى متابعة رسم كاريكاتيري يعبر عن هذا القسم من الحلقة، نتابعه سويا بلا تعليق. ألا مضت السويعة يا رفاقي وحان فراقكم، فإلى اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مشاهدين الأكارم، على أمل متواصل ممتد بأن يتعاظم التواصل بيننا على عناويننا التي تعرض أمامكم على الشاشة.
فريق العمل في إسطنبول وأنقرة يهديكم تحياته، وهذه تحيات رسول أوسلو مخرج البرنامج، ومني نزار الحرباوي كل التحية والمحبة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.